ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره الرياضيه اللي احنا بنكون حريصين كل يوم نقدمها لكم عشان تستفيدوا منها وتبتدوا يومكم بنشاط وصحه. وطبعا يعني كل يوم بنحاول نقدم لكم معلومات جديده عن كيفيه الرياضه وممارسه الرياضه وازاي نعمل التمارين بشكل صح. النهارده هينضم لينا عبر كاميرا اكسترا نيوز كابتن حسام تايجر مدرب اللياقه البدنيه وكابتن ندى السيد مدربه اللياقه البدنيه. اهلا بكم معانا النهارده وصباح الخير عليكم. صباح الخير كابتن حسام وكابتن ندى. هلا كابتن حضرتك. صباح النور عليكم وعلى الساده المشاهدين قناه اكسترا نيوز. صباح الخير كابتن حسام. صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدين اكسترا نيوز. خليني ابتدي معاك النهارده بحاجه مهمه والناس محتاجه ان هي تتعلم الصح بتاعها دايما، تمرين السكواتس. تمرين السكواتس معظم ناس كتيره جدا 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 بتعمله غلط. فقبل ما حضرتك هتورينا طبعا شكله انا محتاجه اسال حضرتك سؤال، هو تمرين السكواتس ده الهدف الرئيسي منه تمرين انهي عضله في الجسم؟ هو عامه السكوات بيتجزا على كذا عضله في الجسم، الليج عامه في عضلات كتير اكزيتيشن اماميه واللانجس والكولف والكلام ده. السكوات حسب اشكاله، انا ممكن اعمل سكوات شكل 11 شكل 11 كده، فال 11 هيشغل عضله الاكزيتيشن اللي هي الاماميه، وممكن شكل 7 حسب زاويه رجلي هيشتغل على حسب الطلعه، ممكن انزل كده واطلع للاخر هشغل اللي هو اللانجس اللي هي خلفيه. فكده كده انا هتكلم النهارده ان شاء الله عن تمارين بودي ويت للليج كده عامه. فاحنا بنتمرن فهشرح كيفيه اللي انا انزل سكوات باني طريقه عشان ما اجيبش خشونه على ربه او الكلام ده كله. فهبدا معاك الموضوع النهارده اللي احنا نبدا ازاي اول ما نصحى من النوم، ما نبداش على طول تمارين سكوات وكده والكلام ده، هنبدا بس نسخن جسمنا الاول عشان في ناس بتصحى من النوم بتخش على التمرين على طول وده بيؤدي لمشاكل كتير بعد كده اللي هو خشونه في الربه في المفاصل في الكلام ده كله. احنا بس عايزين اول ما نبدا اول ما نصحى من النوم قبل اي تمرين نعمل بس استرتشات كده بسيطه ونسخن جسمنا مثلا من فوق 1 2 3 4 5، والناحيه الثانيه نفس الكلام 1 2 3 4 5. ممكن نعمل كده 3 تكرارات في 20 عدد. احنا النهارده اتفقنا نشتغل بودي ويت على الليج، فاول حاجه نعملها مثلا نعمل ستريتش عشان الرجل كلها تبقى مفروضه، وهننزل هنلمس ترتيب صوابعنا يعني كده ونعد 10 ثواني 1 2 3 4 5. نفس الكلام الناحيه الثانيه 1 2 3 4 5 شمال 1 2 3 4 5. الكلام ده مهم طبعا لان انا ما ينفعش ابقى لسه صاحي وما عملتش اي حركه واخش على التمرين على طول. وهنجري في المكان عايزين ننشط الدوره الدمويه واحنا في المكان. ممكن نعمل اي تمرين كارديو، بايك 10 دقائق، تريد ميل 10 دقائق، او احنا واقفين لو ما فيش اي حاجه نتمرن في المنزل او الكلام ده كله، ممكن نجري في المكان 10 دقائق او ممكن نعمل التمرين دوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده هنعمله 3 تكرارات في 20 عده. بعد ما نخلص نبدا بقى نشتغل على التمرين. فاول حاجه هنعملها تمرين سكوات هنعمله شكل 11. هركز انا هنزل ازاي واطلع ازاي زي ما انا كده بالظبط. ترتيب صوابعي مشط رجلي بمقابل الشولدر اللي هو عضله الكتف. نفس الكلام وانا نازل ابدا اشتغل ونركز ركبتي مش هتعدي ترتيب صوابعي ظهري المفروض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حضرتك سالتي دلوقتي عن السكوات الكافيه الصح. في ناس ممكن تلعب سكوات يعني تبقى زي ما هي واقفه كده وتروح نازله كده الربه عدت ترتيب كده حملت على خشونه في الربه، وفي ناس ممكن تنزل ومطيئه وكده، فكل ده غلط. احنا اول ما ننزل هنركز على حاجه معينه، وانا واقف سكوات كده هنزل اهو ركبتي ما تعديش ترتيب صوابعي ظهري المفروض، هتحمل على الاكزيتيشن عشان حضرتك سالت بتشتغل على ايه؟ على العضله الاماميه، وعشان تحمل على الاماميه فانا طالع اطلع ما افردش للاخر، فردت للاخر كده حملت على الربع عملت شوف الربع، يبقى انا هنزل كده واطلع اخر الحد هنا نفس المستوى ده اللي انا ما افردش للاخر خالص. هنعمل تاني تمرين هحمل على الاكزيتيشن برده، ممكن اجيب ستيب او اي حاجه عاليه احط رجل واحده عليها وانزل 1 2 3 4 5. الناحية الثانية نفس الكلام 1 2 3 4 5
5. ده تمرين برضو ممكن نعمله 3 تكرارات في 10 عدات. وممكن نعمل تمرين حلو قوي، التمرين الاثنين دول بيشتغلوا اكستنشن قوي. ممكن تعمل تمرين كويس لللانجز، ممكن زي ما انا كده هرجع ورا سنه وهتحرك في مكاني عدتين قدام وارجع تاني، بس وانا نازل اركز ان رجلي تنزل زي 90 درجه عشان تمرين الليك كلها ممكن تحمل على الربع والخشونه. زي ما انا مشت رجلي برضو قدام الشولدر زي ما انا كده 1 2 ارجع تاني 3 4 1 2 3 4 شغال زي ما انا. تمام اوكي، انزل زي ما انا كده. دي هعملها 3 تكرارات في 20 عده نفس الكلام. ده بيشتغل على العضله الخلفيه اللي هي اللانجز، عضله مهمه جدا في ناس كتير بتعملها. في تمرين بالكاتل، خليه قصادي كده. ممكن بقى في المنزل مفيش كاتل، ممكن امسك مثلا طاره ازازه ميه، اي حاجه وسيله اللي انا اشتغل بيها عشان تحمل معايا الشولدر وتعمل توازن وانا نازل وانا طالع. تمام، بس دي هشتغل اخلي رجلي شكل 7 لبره سنه. اظبطها ازاي؟ هعمل 11 عادي وبعدين اطلع مش رجلي لبره زي ما انا وانا نازل. هنزل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو خدنا معانا في التمرين ده مش زي السكوات اللي هو ال 11، انا فردت رجلي للاخر هنا علشان انا مخرج مشط رجلي لبره. لما اخرج مشط رجلي لبره مش هيبقى في حمل على الخشونه، لان انا كده كده بشغل مشغلش العضله الاماميه، بشغل العضله الخلفيه. في تمرين تاني شغال سكوات زي ما انا، التمرين ده هيشغل معايا الخلفيه واخد معايا القلب اللي هي السمانه. السمانه طبعا خلينا متفقين ان هي اهم عضله وابعد عنها عن القلب، لانها كده كده ابعد حاجه عن القلب، فعبال ما الدم بيوصل لها بتبقى اخر حاجه. هعمل 7 زي ما انا، 1 سكوات عادي 1 وانا طالع هطلع ارفع ترتيب صابع 2 واظبط فوق ثانيه كده 3 4 5 تمام 6 7 8 9 10. التمارين دي ممكن نعملها اول ما نصحى من النوم، هم 5 تمارين بس هيحملوا على الليج جامد. وفي تمرين تاني بسيط اغلبيه 3 ارباع البنات بتشتكي منه اللي هو عضله الخفه اللي هي العضله الجانبيه. تمام، اغلبيه البنات بتشتكي من المنطقه دي. ممكن اقف زي ما انا كده وانزل سكوات معايا، يلا وانزل كده زي ما انا وانزل وافرد رجلي وانا طالع 1 2 3 4 5. اخلي رجلي وانا طالع المفروض تلمس ثلاث صابع. تمام، دي تمرين ممكن اعملها يوميا ما بين كل دور ودور. لازم نريح دقيقه ونشرب ميه عادي واحنا بنتمرن. تمام يا كابتن. طب يعني اول حاجه يعني اول حاجه خلينا خلينا اول حاجه نشكرك يا كابتن، حضرتك كابتن حسام طبعا وكابتن ندى على التمارين دي، لان اول حاجه الميزه الاساسيه من التمارين اللي بتعتمد على مقاومه الجسم او وزن الجسم ان هي بتنفع لاي حد، بتنفع لكبير لحد صغير لحد سواء برضو ذكر او انثى، يعني الموضوع ما فيش اي مشاكل فيه. زي ما شفنا حضرتك بتتمرن مع كابتن ندى، انتوا الاثنين بتعملوا هذه التمارين سويا. تاني حاجه فكره الرجل وعضلات الرجل، ان يمكن ناس كتير بتهملها سواء بتتمرن في الجيم او حتى في البيت، يا ريت برضه حضرتك توضح لنا اهميه الحفاظ على او اهميه عضلات الرجلين بصفه عامه في ان البني ادم يبقى برضه يعني التناسق العضلي في الجسم كله واهميتها مقارنه بباقي التمارين. بص، هو في ناس كتير فعلا زي ما حضرتك قلت بتاهمل تمرين الليج، بس ده بيرجع للبيرسون ترين او المدرب، هو بيحط في دماغه كده بيهتم بالمظهر العلوي وبيسيب مظهر السفلي، مع ان اصلا تمارين الليج هو 50% في الجسم كله. بتعمل حاجه مهمه جدا، هي بتفرز هرمون السيسترون. الهرمون ده اصلا هو عامل الزياده، هو اللي بيخليك تزيد من فوق، وبتفرز الهرمونات كلها بتخلي الجسم اصلا، يعني انت لو اتمرنتش ليج اتمرنت فوق هتوصل لزياده معينه اصلا مش هتزيد، وهي اللي بتضخ الدم في الدوره الدمويه وبتشغل عضله القلب. فكده كده انا لو ما لعبتش تمرين ليج او ما اهتمتش بالليج اصلا هتلاقي نفسك قصير، هتلاقي اللي انت الزياده اللي فوق بتزيد بكميه معينه اللي انت مش هتزيد زياده رهيبه. وكمان كشكل كشاب مش هيبقى مظبوط اطلاقا. فالليج يعني رايي الشخصي من اهم العضلات في الجسم 50%. تمام،
طيب كابتن حسام، لو احنا هنتكلم على تمارين الرجلين، فهو بيكون في التمارين يعني حضرتك وريتنا انواع كتيره جدا، اللانجز والسكواتس وال ازاي بتميكس او بتدمجها مع تمارين كارديو شويه عشان تزود الحرق، بس في تمرين اللي هو السمانه او العضله اللي تحت، ناس كتيره بقى ده اللي فعلا ناس كتيره جدا ما بتعملوش. فلو تكلمنا عن برضو اهميه عضله السمانه في التمرين، وهل دي هتاثر على قوه العضلات الكوادريسبس اللي فوق ولا ملهاش علاقه اصلا؟ هتأثر طبعا حضرتك، ايه اللي شايف فوق وهو اللي تحت؟ هتأثر جدا، لان السمانه القلف عامه بجمع انواع القلف كذا عضله، فهي مش عضله واحده بس، في خارجيه وداخليه وفي اللي هي العموديه نفسها وبحسب الحركات. فاعمل كده كده كام شكل بعد ما اشرح لحضرتك اللي هو ازاي اشتغل على القلف اصلا. القلف احنا زي ما اتفقنا اللي هي ابعد عضله كده كده عن القلب، فهي بعيده عن القلب، فهي اللي بتفرز بتضخ الدم في عضله القلب اصلا، وهي من اهم التمارين اللي انا بنصح بيها لما يجي يلعب ليج ابدا اصلا قلف، لان في ناس تبدا اكزيتيشن بعدين حسب بقى البروجرام زي انت كده كده ماشي عليه، فبتبدا في الاول بعدين تنزل الاخر، بيكون الجسم اصلا خد كميه الدم كلها، فاول ما توصل الاخر ما بتقدرش انت تتمرن. فانا بنصح الناس اللي هي بتيجي تلعب ليج تبدا بتمرين القلب، حتى لو تلعب منزلي او في البيت، فممكن نعمل تمرين قلب شكل 11 زي ما انا واقف كده، او ممكن العب بالكاتل زي ما انا واقف، هطلع شكل 11، هطلع اثبت ثانيتين فوق وانزل تاني زي ما انا كده 2 3 4. نفس الكلام ممكن اعمل 7، ال 11 بتشغل العضله العموديه، ال 7 بتشغل العضله القلف اللي هي اللي بره، 7 زي ما انا واطلع 1 2 3 4. دي ممكن اعملها 3 في 20 عده. في زي ما اتفقين في الياف بيضاء الياف حمراء في جسم الانسان، ففي تمارين عايزه عدد، في تمارين مش عايزه اللي هي ويت والكلام ده، تمارين السمانه مش عايز ويت، تمارين السمانه عايز عدد وتركيز واداء. وممكن اعمله كمان على الستيب، بس ده بيبقى اصعب شويه لان ممكن ما اعملش توازن، بس ممكن اقف على ترتيب الصوابع زي ما انا كده تمام واطلع واسبق فوق ثانيتين برضه 1 2 3 4 5. ده طبعا بيبقى اصعب لان مفيش توازن وانا نازل، مفيش حاجه اسند عليها، عكس لما اكون انا واقف على الارض فهسند رجلي على الارض، فده بيبقى اصعب والحمل على القلب بيبقى اكتر. بس انا مش بنصح بيه اللي لسه مبتدئ، لسه مبتدئ يتمرن على الارض، لكن لو واحد يعني فورمه كده قديم ممكن يلعب الستيب ويطلع ويثبت ثانيتين فوق تمام، فده بيبقى افضل ليه كتير يعني. طيب وبصفة عامة يعني حضرتك وريتنا مجموعة من التمارين المختلفة، بتفضل التمارين اللي بتركز على ان هي تدرب اكتر من عضلة في نفس الوقت، ولا التمارين اللي هي بتركز على كل عضلة بشكل منفصل؟ برضه احنا بنتكلم على مبتدئين. بص هو ده بيرجع ده السؤال ده كويس جدا، لان في ناس بتحتار ازاي تتمرن عضله واحده او عضلتين او تدمج عضلتين مع بعض. خلينا متفقين ان كل عضله ليها عضله اسيست، يعني الشيست ليها عضله اسيست كده كده بتشتغل معاها اللي هي الترايسبس، الباك ليها عضله اسيست بتشتغل معاها اللي هي البايسبس، الشولدر ليها عضله كبيره فبتشتغل برده مع التمرين. فانا بنصح كده هي ملهاش معيار معين، هو على حسب بروجرام زي اللي انا ماشي عليه. انا واحد مثلا معايا باخد كميه البروتين بتاعتي كافيه اللي انا هتعوض عضلتين، يعني انا باخد بروتين يعوض عضلتين يغذي عضلتين فتمام. لكن انا واحد اكلتي قليله على قد مثلا يومي، اكلتي مش كافيه اللي هي تعوض تكافئ عضلتين، فانا بتمرن عضلتين كويس جدا. ان انا بتمرن مثلا شيست وتراي او شيست باك او اللي هو التمرين اللي هو البوش ليك بول اللي هو منتشر، تمرين كويس جدا، بس ده عايز بعديه اكون محضر وجبه بروتين كافيه اللي هي تعوض عضلتين. طب انا ما خدتش وجبه بروتين كافيه اللي هي تعوض عضلتين، عملت كده لوس ماسل، العضلات بتاعتي حاجه اسمها هدم عضلي، العضلات هتقع في وقت التمرين، هتلاقي العضله شده كويسه، بس بعد ما خلصت ما اديتش بروتين كافي يعوض ان انا اتمرنت، فيحصل هدم عضله تقع. فانا بنصح على حسب اكلك، انا معايا بروتين كافي ومعايا اكل كويس اللي انا يعوض معايا عضلتين وتمام هشتغل تمام، معيش يبقى العب كل عضله لوحديها. وانا بفضل برضو كل عضله لوحديها، وتمرين البوش ليج بول بيمرن معايا عضلتين في اليوم، ده تمرين جميل جدا بنصح بيه، بس لو انا هاخد بروتين كافي في نظام الغذائي بتاعي واللي انا هعوض بيه، ما خدتش يبقى انا كده ما بعملش حاجه، بتمرن وبتعب ومش هلاقي يعني ما فيش حاجه تعوض تمام. فهو اهم حاجه 70% كده كده النظام الغذائي بتاعي، على حسب النظام الغذائي بقدر اعمل البروجرام بتاع التمرين. طيب كابتن، في ناس كتيره جدا خصوصا المبتدئين لما بيجوا بيتمرنوا بيحصل لهم السور ماسلز او اللاكتيك اسيد اللي هو بيزيد، اللي هو العضل بيبقى فيه الام شديده في العضل لدرجه انه ممكن ما يقدرش يمشي، وده بيكون زياده اللاكتيك اسيد اللي بيتفرز في الجسم مع بدايه التمرين.
هو احنا يعني الصح طبعا ان هو ما حدش يستسلم للوجع ده ويكمل تمرين عشان يروح، بس هل حضرتك بتقترح ان يكون مثلا في اكل معين او فيتامينات معينه عشان اللاكتيك اسيد ده يقل في الجسم والانسان ما يحسش بتكسير العضلات اللي بيحصل؟ بصي، هو السؤال ده برضه كويس جدا جدا. هو اكتر حاجه الناس بتشتكي منها الحوار ده، بس ده بيرجع لكذا عامل. العامل الاساسي اللي هو مثلا في ناس بتتمرن حاجه اسمها جنرال، اول ما بتنزل بيتمرن جنرال يقول لك 3 ايام تسخين، فبيحمل على العضلات كلها، بيلعب شيست وباك وباي ورجل وبعدين ابس وبعدين بوش اب ضغط، بيلعب كل حاجه. فده اصلا بيرجع انت كده بتحمل على كذا عضله، بتيجي ثاني يوم بتلعب نفس الكلام بتقول لك انا بسخن، ثالث يوم بيقول لك انا بسخن، بيلعب على نفس الكلام. فكده كده اصلا هو بيحمل على العضلات كلها، مفيش حاجه عملت ريكفري او استشفى عضلي، فهو حصل له وجع بدني مش وجع عضلي، في عكس بين وجع عضلي او وجع بدني. فده تمام، هو كده كده ده من اللعب الغلط، فبيوجع عضلاته يقول لك انا كده كده عشان لسه راجع، فده كده كده اوتوماتيك التمرين الغلط بتاعه. ما ينفعش ان انا احمل كل يوم على العضل كله، انا بلعب بوش ليج بول بحيث ان انا اخلي كل عضله تعمل ريكفري وتعمل الاستشفاء بتاعها. اما الوجع ممكن يجي طبعا وجع بسبب زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، بس ده انا منصح بيه اللي هو بعد ما يخلص تمرين ياخد دش ميه سخنه او اي مرهم، لاي مرهم زي موف او الكلام ده كله يدهن بيه. بس هو يعني هو اتمرن يوم وبعدين وقف تمرين قال لك انا جسمي تعبني فيتعبه اكتر، ومنصح اللي هو ياخد اوميجا 3 او فيتا ماكس بلس. اوميجا 3 او فيتا ماكس بلس دول افضل اثنين، اللي هو فيتامين والاوميجا 3 طبعا بديل زيت السمك والكلام ده كله، فبيحافظ على العظم والكلام ده كله. والافضل برضو اللي هو يتمرن نظام تمرينه صح، الوجع مش هيبقى جامد. لكن اغلبيه كده كده الجنرال متعودين عليه 3 ايام تسخين قبل التمرين، بيحمل على المسلز كلها والعضلات كلها، فبيجي بعد كده يقول لك انا تعبان، فانت اصلا اتمرنت غلط. تمام. شكرا طبعا ليك يا كابتن، معلومات مهمه واتمنى الناس تكون استفادت منها واستفادوا من التمارين اللي حضرتك قدمتها لنا النهارده. حضرتك وكابتن ندى شكرا جزيلا ليكم على كل التمارين اللي قدمتوها لنا، وصباح الخير عليكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه.